بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر برقيه تعزيه ومواساه الى جلاله الامبراطور اكيهيتو أكي امبراطور اليابان بضحايا الزلزال الذي ضرب جزيره كيوشو وجنوب غرب اليابان وخلف عددا من الضحايا والاصابات ضمنها سموه صادق تعزيه ومواساته لجلالته واسر الضحايا والشعب الياباني الصديق معربا سموه عن تمنياته للمصابين بسرعه الشفاء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي السيد شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني